اللي حضرتك كده بقى. ثقافه وسلوك ده ان انا لما اقف قدام سايس والسايس ده لا مفيش سايس، يعني ما احنا اللي قلنا هو مفيش سايس يا سيدي. مش قانوني صح؟ احنا هي الفكره بسيطه لو تسمح لي اشرحها لك باختصار شديد. اه هو احنا بنلزم قائمه على ثلاث محطات. المحطه الاولى هو الزام كافه المحافظين ورؤساء الوحدات المحليه ان هو يعمل عمليه حصر لشوارعه ويبدا يطرح افكار خاصه بالتصميم اللي هيطرح على المجتمع للدخول في شراء كراسات الشروط والمزايدات اللي ممكن تتم استنادا الى تفاصيل هتشكلها وهتعدها اللجنه في كل محافظه. فده تطبيق للامركزيه، كل محافظه على حسب وضعها وحسب طبيعه شوارعها وكثافتها السكانيه وقدرتها المروريه الى اخره. فده قولا واحدا قانون يرسخ لمبادئ ومفاهيم نص الماده 176 من الدستور لتطبيق اللامركزيه. سؤالين، يبقى دي نمره واحد. ايوه. نمره اثنين، الزمنا برضو مش مساله الطرح ما تبقاش كده في المطلق، لا حددنا لها اليه وضوابط واطار عام، الا ان يكون الطرح بالنسبه اذا كان جزئي او كلي. يعني ايه جزئي؟ يعني اطرح شارعين 3 4 5 6 دي كلها شوارع خفيفه لمزايده، او ان انا اقوم جاي عندي شركه وطنيه او شركه محليه او اطرح الكلام ده على مستوى المدينه بالكامل او المركز بالكامل. الاحتمالات كثيره قوي، الاحتمالات واسعه، الاحتمالات كتير. لكن في كل الاحوال انا بطرح لشخصيه اعتباريه كانت شركه او فردا، بس في النهايه هو شخصيه اعتباريه. ويمكن احنا عدلنا زي ما حضرتك عارف يعني قانون شركات الاموال خلينا انها يسمح ان يكون هناك شركات افراد فيها، وبالتالي المهم ان الشركه تكون عندها الالتزام بالاشتراطات اللي طيب. هتتحط الاشتراطات دي بقى فيها حاجات كتيره قوي، فيها التعريفه تبقى معروفه، فيها مواقيت الانتظار ايه اللي بفلوس والمواقيت المجانه. مش ده المفروض كله يا فندم يتم مع برضه مع وزاره الداخليه من خلال المرور، من خلال اداره العامه للمرور؟ ما هو اللجنه اللي موجوده في كل محافظه فيها ممثل مش من المرور بس، ده ممثل من المرور وممثل من الامن العام. ويعني اللجنه لو حضرتك تيجي تبص على النص في القانون هتلاقيه مفسر التشكيل بتاعها. طيب سؤالي الاخير، كنا زمان نشوف السايس اللي حاطط الاشاره المعدنيه دي وانه يبقى واخد ترخيص في اماكن معينه، حاجه كده ظاهرا انقرضت يعني. دلوقتي ده اصلا ما بقاش موجود، القانون ده يبدا يتطبق من بكره والشكل القديم لترخيص اي حد بيمارس النشاط ده بينتهي. هل انا غلط ولا صح؟ القانون هيطبق اول ما اللائحه التنفيذيه بتاعته طبعا الحكومه تطلعها. أيه. والشكل الحضاري اللي حضرتك بتكلم بيه بتاع زمان يضاف اليه وسائل العصر الحديث بتاع زماننا اللي احنا فيه، يعني في وسائل تكنولوجيه، في اماكن مش هتلاقي فيها سايس اساسا. مفهوم. وتشتغل بالباركود بالعمله اللي حضرتك بتتكلم فيها. الميزه بقى المحطه الثالثه اللي انا قلت لك هم ثلاث محطات، هي الجزاءات، ان لاول مره ان في جزاءات قويه تصل الى الحبس ومضاعفته في حال عدم الالتزام. أي. بتطبيق اللي القانون. اللي هي الست اشهر، لا تجاوز الست اشهر، حبس ست اشهر او غرامه ما تقلش عن 5000 وما تزيدش عن 10000 جنيه، او الامرين او الحاجتين، ويعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 3 اشهر وبغرامه لا تقل عن 1000 جنيه او لا تزيد عن 5000 جنيه، او العقوبتين للمرخص له بمزاوله الانتظار نشاط انتظار المركبات وحصل مبالغ ماليه تتجاوز القيمه المحدده. نتمنى يا فندم ان احنا يا رب نشوف المشهد اللي حضرتك بتتكلم عنه ده واللي القانون ده بيأسس له. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب، النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه في مجلس النواب. ده على مستوى المواصلات في شوارعنا، انما على مستوى المواصلات على مستوى